انتزعت فوزا ثمينا من عقر دار النادي القنيطري، 3 نقاط كانت كفيلة بإبعاد فريق حسنية أكادير عن نطاق حسابات النزول. عناصر غزالة سوس بدت عازمة منذ بداية المواجهة على الظفر بنتيجة المباراة، وهو ما تأتى لها عن طريق ضربة جزاء نجح في تنفيذها عادل المتوني. يصدر ستار الجولة الأولى بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل. شوط ثاني تحركت فيه كلتا الآلتين الهجوميتين في بحث عن إضافة هدف ثاني لفريق حسنية أكادير، فيما منت عناصر الكاكا النفس بإدراك التعادل، لكن ظلت المحاولات بين الفريقين في أخذ ورد دون جديد يذكر. يسدل ستار المواجهة تحت شعار فوز الزوار بنتيجة هدف دون مقابل، لتؤمن بذلك العناصر السوسية وضعيتها في سلم الترتيب على أمل لملمة